قد يكون من أسمى الأهداف التي يلجأ إليها أي زوجان حديثي العهد هو بناء أسرة وتكوينها من خلال إنجاب أطفال، لكن يقف في وجه هذا الحلم هو تأخر الإنجاب وأحياناً العقم. نلجأ هنا إلى أطفال الأنابيب والتفكير في هذه الخطوة الجادة، ولكن ليست دائماً أطفال الأنابيب محفوفة بالنجاح كما هي محفوفة بالمخاطر، فهنالك أيضاً فشل في أطفال الأنابيب وتكرار لعدد مرات اللجوء إليها. ما الذي يلعب هنا دور؟ يفكر الزوجان، هل هي مهارة الطبيب؟ هل هي أسباب بحتة موجودة فينا أم هي أسباب قدرية؟ اليوم سنتحدث في ملف تفصيلي في الاستشارة الطبية عن أسباب فشل أطفال الأنابيب أو اللجوء المتكرر لهذا الإجراء مع ضيفنا المميز في هذا المجال الدكتور فايز أبو حميدان، استشاري جراحة نسائية والتوليد وأطفال الأنابيب والمساعدة على الإنجاب. حياك الله معنا دكتور فايز. حياك الله ستي آيات، وأهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين والمتابعين. دكتور فايز، بداية جمعني فيك حديث مطول قبل اللقاء تحدثنا فيه باستفاضة عن أطفال الأنابيب، وما لفتني أكثر هو صراحتك، هو موضوعيتك في الحديث عن أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب لربما هو استنزاف عالي لجيوب الزوجين ومجال عالي الربحية لكثير من الأطباء في هذا القطاع، لكن لك رأي مغاير دكتور. دعنا في البداية نتحدث، ما هو الوقت المناسب للجوء إلى أطفال الأنابيب؟ أولاً في البداية أشكرك لملاحظتك، لأنها ملاحظة بصدق صحيحة جداً. أول شيء علم أطفال الأنابيب أو المساعدة على العقم تطور خلال 40 سنة الماضية بسرعة كبيرة بعد ولادة لويز براون عام 1982، وهو من أسرع المجالات تطوراً في الطب بشكل عام. نعم. وكان الآن أصبح بمقدورنا معالجة مرضى كثيرين يرغبوا في الإنجاب ما كان في السابق في إمكانية لعلاجهم، الحقيقة يجب أن نتحدث به. نعم. العقم شيء آخر يختلف عن التأخر في الإنجاب، يعني التأخر في الإنجاب هو عملية طبيعية، إذا تأخر زوجان لمدة سنتين عليهم مراجعة الطبيب، وأكثر كل ما كانت الطرق في العلاج قريبة للطبيعة كل ما كان أفضل وأرخص وأسرع في الإنجاب، وأيضا عملية الولادة بتكون أسهل. فهدف الطبيب يجب أن يكون في البداية البحث عن أقرب، أول شيء البحث عن السبب وأقرب طريقة للعلاج وأرخص طريقة من الناحية المادية للزوجين، لأنه الإرهاق المادي للزوجين كمان له تأثيرات سلبية كبيرة. في أحيان بيجوا مرضى عندنا هون ما بحاجة لأطفال أنابيب من البداية، يعني ممكن علاج بالهرمونات أو تنظيم الدورة الشهرية للست يساعد. تخيل كم هي العملية بسيطة، تنظيم الدورة الشهرية تقود إلى حمل طبيعي. بالضبط بالضبط. أو حتى الزوج عنده ضعف بسيط في الحمايات المنوية بنعطي شوية أدوية بتحسن الوضع عنده. مرات هناك 20% من أسباب عدم الإنجاب هو أسباب نفسية، يعني عرفتي كيف، يعني علاج نفسي أو الحديث معهم بيؤدي أحياناً إلى أنهم ينجبوا بشكل طبيعي. الآن إذا يعني تأخر هذا الموضوع وعدة محاولات صارت بالطرق الطبيعية وما نجحت، بنلجأ بعدها إلى طرق علاجية أخرى، مش شرط مباشرة أطفال أنابيب، ممكن حقن عادي، حقن الحيوانات المنوية إلى داخل الرحم يكفي إذا كانت الأبواق مفتوحة، يعني إذا كانت الأسباب بتسمح، بس إذا كانت الأبواق مغلقة واضطر أنا أتخطاها أني أعمل الحقن خارج الرحم وبعدين نقل الأجنب. إذن أطفال الأنابيب ليست خط العلاج الأول بالضبط للمساعدة على الإنجاب. نعم صحيح هذا الكلام، بالإضافة إلى موضوع حكينا فيه أنه حتى المعاناة النفسية للمريضة أو للزوج بتلعب دور كبير في تأخير الإنجاب نتيجة للضغط المجتمعي. وهنا السؤال دكتور، أنا الآن أحمل كتابك أريد طفلاً، هو من ضمن مجموعة من الكتب التي نشرتها في هذا المجال أو في المجال الطبي بشكل عام. لفت انتباهي أثناء قراءتي للبعد النفسي لعلاج العقم عندما سألت أو استهجنت قائلا، لكن غير المعروف طبيا، هل الوضع النفسي نشأ بسبب العقم أم أن العقم نشأ بسبب الوضع النفسي للزوجين وعدم مقدرتهم على الصبر؟ كم هو الصبر يعد عاملا مهما في تعجيل
أو تأخير الإنجاب. بالضبط، هاي الجملة مهمة كثير، إنه إحنا حتى الآن نعرف هي المفتاح دكتور. بالضبط بالضبط، هل هو الوضع النفسي اللي أدى للعقم أم العقم هو اللي أدى للوضع النفسي؟ بس إن الطريق المسألتين صحيحات، يعني عرفتي كيف؟ بالنسبة لسؤالك، عادة إذا الضغط المجتمعي خف، إحنا في دراسات حول هذا الموضوع، والضغط المادي كمان خف، تجد انه نسبة الحمل بتصير اعلى في اعمار معينة. طبعا بيختلف نسبة الحمل مثلا من السن من 20 ل 25، من 25 ل 30. كل ما كان السن اقل كل ما كانت نسبة الحمل اعلى. الان في المجتمع الحضاري الحالي ما عاد في زواج قبل ال 20 او قليل جدا، يعني عادة الستات بتتزوج بعد سن ال 25، بكونوا انهوا الدراسة الجامعية وهلم مجرى، فبتقل نسبة الحمل بشكل عام. طبعا الفرص الانجاب. اي نعم، الفرص بتكون اقل. ولكن معدل العمر الآن أصبح مثلا في بلادنا العربية تراوح 25 إلى 30، في دول أوروبية 30 إلى 35 لولادة الطفل الأول. فهذا التأخير يؤدي أيضا إلى تأخر في الإنجاب. بس زي ما تفضلت، العامل النفسي هو عامل مهم كثير جدا، وإحنا بنعتقد أنه 20% من أسباب التأخر في الإنجاب هو أسباب نفسية. إذا هذا يدل على أنه ضرورة احتواء المريضة سواء قبل إجراء أطفال الأنابيب أو حتى بعد إجراء هذه العملية وفشلها. فشلها دكتور، وخصوصا إذا كان الفشل هذا متكرر، ما الأسباب التي تقف وراءه؟ إذا تم اتخاذ قرار أطفال أنابيب ليس أسباب صحية وفشل، في أسباب متعددة، في أسباب لها علاقة بالجانب الوراثي، يعني احتمال خاصة زواج الأقارب في بلادنا أو وجود أمراض وراثية، وهذا تكشفه عنه من خلال الفحص، فحص الوراثي. نعم نعم، أو لأسباب هرمونية، ضعف هرمونات تثبيت الحمل ممكن تكون عندها، أو أسباب بتخص تجلطات في الدم. في هناك طبعا نقاشات مختلفة حول هذا الموضوع، جدلية. نعم جدلية، جدالات متعددة. وفي أسباب بتخص أيضا البناء الداخلي للسيدة، إذا في مشاكل في الرحم أو مشاكل أخرى بتمنع الحمل، في مشاكل غير هاي القضايا كلياتها بتخص الجنين. يعني عادة في الطبيعة 70% من الدورات الشهرية الغير طبيعية بتكون إجهاضات بدون ما تكون تعرف السيدة، لأنه الجسم بالضبط بيعمل نوع من الاختيار بسموه سيليكشن. الأجنة الغير طبيعية الجسم بفقدها لوحده، يعني هي حكمة من الله، يعني بفقده الطفل. فالطبيعة يعني بتختار الأجنة تقريبا الطبيعية اللي انها تستمر. ففي هناك مشاكل كثيرة بتكون موجودة في الجنين ما احنا ما بنعرفها. بس خليني أعقب على هاي الجزئية ذكرتها قبل أن ننتقل إلى أسباب أخرى دكتور. أنت قلت بأنه ممكن لسبب إلهي بحت بأنه هذا الجنين يتم إجهاضه خلال حتى أطفال الأنابيب لأنه في مشاكل معينة أو تشوهات معينة، إذا هذا من صالح الزوجين ولا. نعم. داعي إنه المرأة تزعل أو تتنكد لأنه صار إجهاض أو ما استمر هذا الحمل وما استقر. بالضبط، هاي الملاحظة مهمة جدا ست آيات. المهم انه اذا تكرر هذا الشيء يجب انه احنا نبحث شو الاسباب الوراثيه عليه. يعني اذا تكرر مثلا 3 مرات في كان حمل والحمل واضح وموجود بالرحم ودقات القلب موجوده وانفقدت مثلا 3-4 محاولات ونفسها، يجب انه نبحث عن الاسباب الوراثيه. نعم. عشان نتاكد انه في شيء خلل وراثي موجود عند الاطفال، يعني اسباب كثيره دكتور. يعني ممكن وبتصير اكيد معكم انه الاجنه تكون درجه اولى من الخارج، لكن في داخلها تكتشفوا انه مثلا مشوهه. اي نعم، ما بتقدر. احنا لما بنقيم الجنين بنقيمه حسب الخلايا اللي موجوده في الجنين. المفروض كم عددها دكتور؟ عاده لما حسب الايام، اذا بننقل باليوم الثالث مثلا بكون عددها 8-16 خلية أو أكثر. إذا في اليوم الخامس بيبقى مرحلة البلاستوسيست، يعني صار أكثر، بتقدريش تعديهن لأنه بيكون عددهم أكبر. في إمكانية الآن عند الطب الآن أنك تأخذي خلية في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس وتتأكدي إذا في هناك خلل وراثي أو ما فيش. في إمكانية موجودة اللي بنسميها BGD أو Pre Implantation Genetics Diagnosis، في إمكانية، لكن هاي إحنا بنعملها
عند ناس محددين عندهم خلل وراثي. للأسف في بلادنا العربية تستخدم أكثر لاختيار الجنس، يعني نعم. ولد أو بنت. نعم دكتور، أنت ذكرت بأنه يكون مثلا شكل الجنين من الداخل مشوه، وهذا يتم حتى من خلال عدد الخلايا يتحدد سواء في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس. هنا تختلف الآراء، نسمع بأنه الإرجاع يكون في اليوم الثالث، نسمع أفرقة طبية أخرى تقول بأنه في اليوم الخامس نفضل حتى يعلق أكثر في الرحم. أنت مع أي مدرسة دكتور؟ ولا بناء على الحالة؟ في السابق قبل ما تتطور مسألة البلاستوسيست أنا كنت مع الإرجاع في اليوم الثالث سابقا، ولكن بعد تطور الطب الإنجاب إنه وصلنا لمرحلة اليوم الخامس، يفضل اليوم الخامس إذا كان نوعية الأجنة جيد يفضل. ليش؟ لأنه في اليوم الخامس بكون عندي أنا الأجنة اللي عندي قناعة إنها هي ممكن تثبت بالرحم أكثر. الآن الرأي الآخر بقول إنه اليوم الثالث أفضل، لأنه بصير إشي بيسموه سينكرونيزيشن أو إشي يعني نوع من التقبل الرحم للجنين في الأيام الأولى أفضل من الأيام الأخرى. نعم. لكن ما في إثباتات علمية بالضبط، بس الأرقام اللي بتيجي على حاليا أنه نقل اليوم الخامس البلاستوسيست نسبة نجاح الحمل أعلى قليلا من اليوم الثالث. في حالات معينة دكتور بتقول هون لازم في اليوم الخامس يتم الإرجاء؟ نعم، في حالات أنا أرغب في اليوم الخامس. سيدات مثلاً عملوا عدة محاولات وما تم نقل أجنة لهم أو تم نقلها ما صارش حمل نهائياً، بنحاول إحنا نستنى لليوم الخامس أو ننتظر حتى نشوف هل الجنين بتطور لليوم الخامس أو ما بتطور. دكتور ذكرنا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى فشل أطفال الأنابيب هي أسباب تتعلق بالزوجة، أسباب تتعلق بالزوج من ناحية نفسية أو من ناحية عضوية، ولكن دعنا نتطرق إلى مهارة الطبيب. مهارة الطبيب تلعب دور مهم، مهارته حتى في تحديد الحالات التي تستجيب لأطفال الأنابيب أو يعتذر عنها. لفت انتباهي عندما قلت بأنه الكثير من الحالات تأتيني حتى من بلدان عربية شقيقة وأقول لها غير صالحين أو لن يتم الإنجاب، أنا غير مضطر إلى أنه أستنزف أموالكم لإجراء مثل هذه العملية، بإمكانكم اللجوء إلى رأي طبي آخر. متى تلجأ دكتور إلى هذا الطرح؟ وكم هو نوعا ما يشكل نوع من الصدمة بالنسبة للزوجين عند سماعه؟ لذلك يلجؤون ويلجؤون، وفي نهاية المطاف قد يرزقون بحمل طبيعي أو قد تستمر معاناة عدم الإنجاب لديهم. شكرا على هذا السؤال اللي احنا تناقشنا فيه. هي بتعتمد على طبيعة الطبيب، يعني في أطباء بكونوا متفائلين كثير زيادة عن اللزوم وبيعطوا المرضى، هاي زيادة عن اللزوم بتخرب الدنيا يا دكتور. بيعطي المريض أمل كبير، وللأسف إنه لما بتيجي النتيجة توقع المريضة وزوجها في حفرة نفسية بتكون عميقة وبتكون تأثيرها سلبي. كثير سمعنا عن حالات تبيع ممتلكاتها الأسست عندها بس لمجرد إنها تلجأ إلى أطفال الأنابيب ولا تنجح ويدفعوا آلاف الدولارات. نعم. لمثل هذه العملية. هو أطفال أنابيب علاج مكلف، كون الهرمونات اللي بنعطيها للسيدة عشان تكون عدة بويضات غالية، والبروسيجر أو العملية نفسها مكلفة كثير، وفي ناس كثيرين ما بيقدروا يدفعوا تكاليف العلاج. الآن أنا شخصياً المرضى اللي بأرفضهم عددهم كبير مش قليل. أنا عشت في ألمانيا 45 سنة وما بنعرف نتعامل مع المرضى إلا بالطريقة. هذا السبب دكتور. يعني أنا إذا في مريضة ما عندها أمل بأحكي لها ما عندك أمل، وأنا بعرف بتروح عند زميل ثاني بعطيها أمل وبتحاول ما بتنجح. شراء الأوهام. بالضبط. وأجاني مرضى أنا كثير عاملين 20 محاولة في محلات 20، يعني مش محاولة ما في أمل، يعني بقول لهم أنا أفضل أنكم تستخدموا الفلوس هاي في قضاء رحلة في تركيا أو في شرم الشيخ تنبسطوا فيها، أفضل لكم من أنه تضيعوا وقتكم، إضافة إلى التعب النفسي اللي بواجهوهم غير عن التخطيط تبع الحياة مستقبلا. يعني لما أبقى عارف أنه أنا ما عندي أطفال بقدر أنا أنظم حياتي من ناحية عمل بطريقة أفضل. نعم. بالضبط، بطريقة إيجابية. وتقبل الزوج والزوجة لهذا الوضع إشي كثير، وعندنا كثير أزواج وزوجات بيحترموا هذا الوضع وبتقبلوا. نعم. وعلاقاتهم الزوجية ممتازة جدا وكأنه عندهم أطفال. وفي طرق أخرى يعني
ناس بتبنوا أطفال أو إشي زي هيك، يعني بحلوا الإشكال بطريقة بوجدوا حل. الاكتفاء دكتور. نعم بالضبط. تعتمد على الاكتفاء. دكتور عملية الإرجاع لها دور في إنه تفشل أطفال الأنابيب أو لا يحدث حمل؟ مهارة الطبيب هنا. مسألة مهارة الطبيب طبعاً تلعب دور. أول شغل لازم نحكي عن مسألة مهمة كثير، إنه اختصاص العقم هو اختصاص خاص يختلف عن مسألة النسائية والتوليد. النسائية والتوليد اختصاص خاص أي بمعنى آخر؟ نعم. بورد آخر دكتور؟ نعم للأسف في أوروبا وفي العالم الغربي في هناك اختصاصين، نسائية وتوليد 5 سنوات وبعدها 3 سنوات اختصاص أطفال أنابيب. اللي بصير انه اطبائنا العرب بروحوا بيعملوا دورات بسيطه، مش كلهم طبعا، الاغلبيه للاسف بسيطه، وهذا الكلام لا يكفي. يعني بده يشتغل في اطفال يعني بده يكون عنده اختصاص اسمه ريبروداكتيف ميديسن، وهذا اختصاص مش سبيشاليتي، يعني اختصاص مختص في داخل النسائيه والتوليد. يجب ان يكون طبيب نسائيه وتوليد قبل هيك وبعدها يختص الاختصاص الثاني، فبتلاقي خبرة الطبيب اللي عامل الاختصاص أعلى بكثير من خبرة طبعاً. الطبيب النسائي والتوليد العادي. هلا الآن كونه مش موجود هذا الاختصاص في بلادنا والكل صار طبيب عقم وبيحكي بالعقم، من المفروض يصير رقابة. أول إشي يكون في إشي بسموه سجل تسجيل للحالات، بسموه ريجستر، بحيث إنه أنا أبقى عارف كل طبيب شو نتائج، والنتائج هاي يتم الحديث حولها بصراحة كما هو جاري في ألمانيا. بالضبط ألمانيا في ريجستر، أنت عندك نمر المريض بيجي بأخذ نمرتك بتطلع بالريجستر بيبقى عارف كل نتائجك بس ما بيعرف نتائج الآخرين فبيعرف يقارن. هلا نسبة نجاح الحمل لأنك سألتيني أول ما دخلتي قبل المقابلة كم، قلت لك 30% في العمر الجيد. أنا تفاجأت لأنه اللي نسمع فيه بالعادة من 40 إلى 60. اللي من 40 إلى 60 هو النتائج الكومولاتيف بعد 4 إلى 5 محاولات، ومن عمر 25 إلى 30، وكل ما كبر العمر بتصير نسبة أقل. وهذا الكلام لازم ينحكى للمريضة بكل صراحة عشان هي كمان ما تتفاجئ، حتى نخفف من وطأة الصدمة النفسية في نهاية المطاف إذا ما صار حمل. بالضبط. في الاختصاصات الثانية العظام القلب تقدر تحكي للمريض أي شيء بعد 6 أشهر بكون نسي شو حكيتي له، بس في أطفال الأنابيب بيعرف بعد 2 أسبوع لأنه بتجي النتيجة بعد 2 أسبوع، ما بكون نسي شو حكى له الطبيب. صحيح. فعشان هيك أفضل يكون الطبيب صادق معنا وفعليا كل يوم يبني آمال. بالضبط. وأحلام، وما تنسى أنه الزوجة إلها زيارات متكررة خلال هاي الفترة. نعم نعم. دكتور ما بين المحاولة الأولى المحاولة الثانية المحاولة الثالثة كم بتفضلوا هامش الوقت يعطى؟ على بتختلف أول شيء من مريضة لمريضة، واثنين بتختلف آراء الأطباء. نعم. يعني في أطباء بحبذوا وفي دراسات حول هذا الموضوع انه المحاولات تكون وراء بعضها. ليش؟ لانه تاثير الهرمونات بكون كومولاتيف، لسه بعد في تاثير من الهرمونات السابقه. في اطباء بيعملوا استراحه 1 أو 2 شهور حسب الحال. نعم. اذا وضع الست النفسي صعب يفضل انه ما نعمل المحاولات وراء بعضها لانه بندخلها في مشكله نفسيه كبيره، ممكن تحتاج لطبيب نفساني لانه في أوروبا عادة بكون في طبيب نفساني معهم في نفس المركز، هو بتابع حالات المرضى وبساعد الطبيب النسائي والتوليد في التعامل مع المرضى. أنا في عندي في ألمانيا طبيب نفساني، يعني طبيبة نفسانية مرات بترفض إنه المريضة تيجي تتعالج عندي، يعني قبل ما تدخل عندي بتكون من ناحية التقييم الأول. بالضبط بتقيمها فبترفض هي لأنه بكون عندها وضع نفسي صعب جدا، أو بتأجلها أو بتعالجها نفسيا حتى تدخل عند الطبيب النفسي. لكن عندما نقول دكتور تقارب المحاولات من ناحية زمنية أو تكرارها، أنت تعلم بأنه هذا الأمر يتعلق كثيرا بمدى إعطاء الهرمونات للمرأة وربما له مضاعفات طويلة الأمد على المرأة، على صحتها الإنجابية مستقبلا أو على صحتها بشكل عام. كم هي خطيرة دكتور الهرمونات التي تعطى خلال فترة أطفال الأنابيب، عملية أطفال الأنابيب؟ شكرا ستي آيات، هذا سؤال كثير مهم. الهرمونات اللي احنا بنعطيها بكل الهدف منها أنها تبني السيد بويضات متعددة، عادة في الدورة الشهرية بكون بويضة أو ما فيش بويضة أو 2، بس لما نعطيها هرمونات بتطلع عندها بويضات كثيرة يمكن 10 15 20، إذا أعطينا بكمية كبيرة بتطلع عندها هرمونات كبيرة بصير عندها إشي بسموه فرط الاستثارة أو هايبر ستيموليشن سيندروم. صحيح. وهذه حالة مرضية خطيرة، يعني في مرضى بدخلوا الآي سي يو من وراها لأنها بتعمل مشاكل أخرى وبصير عندها إشي بسموه أورجان مانيفستيشن لأنه هرمونات من مصدر خارجي وبكمية
يوميات غير معقولة، وممكن يصير تأثير على الكلى على الكبد والمجرة، فهي سلبية كبيرة. المسألة الثانية اللي لازم نحكي عنها أحد مضاعفات يعني أطفال أنابيب، اللي هي نقل عدد من الأجنة أكثر من الرقم المعقول، يعني يحبذ دائما بين سن مثلا من 20 إلى 35 نقل جنينين فقط. هذا سؤال قائم بحد ذاته، موضوع قائم بحد ذاته دكتور. بالضبط. يمكن أي فتاة تقول لك حلمي بأنه يكون عندي توأم، بنتين نفس اللباس، نفس ربطة الشعر، نفس الشوز، نفس الملامح، أخذهم معي على كل مناسبة، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل، ولدين أخذهم معي في المناسبات يمثلوني أمام بقية الرجال ويكبروا معي. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، ليس بهذه السهولة، وأيضا قد ينعكس معاناته أثناء فترة الحمل أو حتى خلال مرحلة الولادة. إذن الأمر المتعلق بأطفال الأنابيب بأنها تمنحنا فرصة لإنجاب توأم أمر غير محبب بالنسبة لكم أنتم كأطباء. لا، هو إحنا مش ديزاينر ولا ساحر، يعني إني أنا عصا سحرية أريد ولدين ثلاث أولاد. عادة بتم إرجاع جنينين في العمر ما بين 20 و35 سنة، وبعد 35 ثلاث أجنة. نسبة نجاح الحمل بتكون أعلى إذا كان عدد الأجنة أكبر، لكن وجود مثلا ثلاث أطفال أو أكثر، للأسف إحنا عندنا بيفتخروا بكتبوا عنها بالصحافة، هذه حالة مرضية أصلا، يعتبروها إنجاز وطني. بالضبط، هذا مش إنجاز، بالعكس هذا فشل من ناحية العلاج. أول إشي السيدة بتوقع في مشاكل كبيرة أثناء الحمل والولادة، ممكن الأطفال ينولدوا في سن مبكر. يعني جيب لك بس مثال ذكرته لك في الحديث تبعنا، أنه ولادة ثلاث أطفال أنابيب مبكرا بالأسبوع 30 في ألمانيا بيحتاجوا لعلاج في الخداج 500,000 يورو. هذا رقم فلكي، هذا رقم كبير يعني بالنسبة للتأمين الصحي. يعني في أغلب الناس اللي ما عندهم تأمين صحي ما بيقدروا يدفعوا هاي المبالغ، وعندنا تقريبا متشابه الأرقام مع أوروبا من ناحية العناية بهالأطفال، غير عن أنه في مشاكل كثيرة ممكن تحدث أثناء الولادة. فيفضل عادة الست تحمل مرة واحدة وطفل واحد وتولد طفل، أو ماكسيموم طفلين. فعمليا هان ما في مشاكل كبيرة في هاي الحالة، بس أكثر من هيك بصير في مشاكل. يعني في دول أوروبية التأمين الصحي بيدفع أطفال أنابيب، زي ألمانيا مثلاً بيدفعوا عدة محاولات، أربع محاولات. اللي بصير إذا حملت الست بثلاثة بيدفعوا للطبيب نص الفيز، وسيلة عشان للضغط. يضغطوا عليه. نعم، وسيلة الضغط عليه إنه ما يرجع أكثر من جنينين. وفي توجهات إنهم يمنعوا إرجاع أكثر من جنينين في السن تحت 35. فإحنا يجب أن نوعي الناس أنه ولادة عدد كبير من الأطفال مشكلة أكثر من أنها مشكلة صحية، أكثر من أنها فائدة، غير عن أنها مشكلة اجتماعية لاحقا. دكتور دهمنا الوقت، لكن أود أن أتجاوز مدة اللقاء المسموح بها وأسألك سؤال يتعلق بتجربتك الرائدة، تجربتك الشخصية والمهنية ما بين ألمانيا وما بين الأردن. أنت لك مركز متخصص في الأطفال أنابيب والمساعدة على الإنجاب في ألمانيا، وهنا أيضا لك مستشفى خاص تملكه، وأيضا يوجد به مركز متخصص لأطفال الأنابيب. كيف ترى التجربة ما بين الغرب وما بين الشرق الأوسط؟ كيف ترى الإقبال على اللجوء لأطفال الأنابيب؟ مدى الوعي دكتور، مدى التثقيف الصحي، ما هي أبرز الاختلافات؟ عادة نسبة العقم في أوروبا وفي بلادنا تقريبا متشابهة، من 15 إلى ماكسيموم 20% سواء هناك أو هنا. الآن ثقافة الناس متشابهة أيضا، صار في إمكانيات الست عندنا كمان تقرأ وتطلع بالإنترنت وتشوف شو المشي. يعني في جينا السيدة سواء هون أو في أوروبا بتيجي مطلعة تقريبا عن اللي تعمله. التعامل هناك من الناحية النفسية والعاطفية أسهل من بلادنا، في تفاهم أكثر. في تفاهم أكثر لهذه المسألة. الضغط النفسي المجتمعي والعائلة على السيدة خاصة أقل. هناك أقل من هنا. يعني أنا حكيت لك مثال، في سيدة بتتعالج عندي كانت وعندها أطفال بنات، بس كانت بدها ولد. كانت تحكي لي إنها بتكره يوم العيد، لأنه بيجوا الناس يعيدوا عليها وبصيروا يدعوا لها الله يبعث لك ولد ولد. ضغط المجتمع. في الضغط المجتمعي هنا عندنا أكثر من بحكم الثقافة دكتور. بالضبط. الشغلة الثانية أنه هناك التأمين الصحي والدولة بتدعم الإنجاب،
احنا عندنا التأمين الصحي ما بيدفع تكاليف العلاج العقم، فبصير الضغط نفسي كبير ايضا على الزوج وزوجته. تأمين النفقات بالنفقات عالية جدا، فعشان هيك بكون وضعهم عندنا في بلادنا الصراحة اصعب من وضعهم في اوروبا. الشغلة الثانية المهمة رح تتفاجئ منها، انه عندنا المريضة العربية اسئلتها كثيرة ودائمة وتكرارها دائم. الأوروبية خلاص بسأل السؤال مرة واحدة وانتهت القصة. وفي إيجابية ثانية في أوروبا، الممرضة اللي بتشتغل معي هي نصف طبيب، يعني المريضة إذا سألت الممرضة وجاوبتها بتقتنع في جوابها، ما في داعي بالضبط وأنا بدأ لها تحكي مع الطبيب وتستشير حتى الممرضة لو بتعرف الإجابة لا يسمح لها بإبداء أي معلومة. بالضبط، ما بتكتفي في رأي الممرضة، وتكون الممرضة عندها خبرة وبتعرفها يعني بيكفي جوابها، بس لا، عندنا السيدة العربية بدأت إلا تحكي مع الطبيب. دكتور، الحديث يطول في هذا المجال، أنا سعدت حديثنا اليوم كان إنساني أكثر مما هو علمي، منحنا أمال للنساء المقدمات على الإنجاب، للنساء اللي عانوا من تأخر الإنجاب، وللنساء اللي بيعانوا حاليا من العقم، بأن هنالك أمل، أمل ليس في إنجاب الأطفال، إنما أمل في إكمال الحياة والاكتفاء والاستناد على أنفسنا بدون الحاجة الملحة للإنجاب إذا لم يشأ القدر لذلك. أنا شاكرة لك دكتور فايز أبو حميدان، استشاري جراحة الأمراض النسائية والولادة وأطفال أنابيب والمساعدة على الإنجاب. شكرا لك دكتور. شكرا ستي آيات، إليك وللفريق المرافق.